بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم على إمامنا وحبيبنا سيدنا محمد ونبينا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات، أيها المواطنون الأعزاء، كما تعلمون منذ ما يقرب شهرين أخذت إلى الخارج على جناح السرعة لما كان قد أصابني من وباء كورونا. اليوم الحمد لله بفضل الله عز وجل وعيانته ولطفه في القضاء والقدر، وبفضل كذلك أطبائنا في المستشفى العسكري والأطباء الألمان، الحمد لله طريق تعافي بدأت فيه. ربما يأخذ أسبوع أسبوعين وثلاثة